سميتي سميرة ساكنة في شارع الحرية وبطريقة أختو باش تزوجنا وتكشي تعرفنا وتكشي الزواج ديالي كان مزيان في الأول وتكشي كان مزيان الله عمرها دار زعما ما كانت يتعدى عليا ما حتى شي حاجة صافي تم ورا الطلاق عاد بداو المشاكل صافي حنا مشينا صافي بحال كل واحد بغى يمشي صافي تفارقنا بجوج وصافي آه حبيا صافي تفارقنا بجوج لا داكشي خليته أنا دفعت الدعوة للمحكمة والمحكمة هي اللي عطاتني شحال ديال الصاير وعطاتو توسعت الاعياد فهمتي والكرا ودكشي. كان واحد الايام كيعطيني ما نكذبوش كيعطيني كي ولكن بحال من من 2005 وهو الدوسي محلول من 2008 صافي ما بقى كيعطيني حاجه الدري عنده 23 والدري عنده 21 وضروري راه الاب ديالو يكون كيفاش غيكون عليه عليه ضروري صافي وعطاونا حسابنا وخرجنا صافي دابا حاله الماديه زعما اش لك لا حول ولا قوه الا بالله ما عنديش ودابا زدت في السكر عندي جلاله في العين زعما مريضه وهادك الشيء عندي كنخسروا على الدواء حاليا باركين لا قرايه لا والو ما كملتش الدبلوم ديالها لان خصني الفلوس فهمتيني دفعت عليها ربعة المليون خصني زيادة خصني شي جوج المليون باش نكمل هاد الدبلوم ديالها والدري راه بارك خدمتو سيكيريتي ولكن ما ما مكاين والو صافي دابا بارك الدري بارك مرة مرة كيمشي لي صافي وصافي ما المهم ما عندناش هداكشي اللي كان عندي درت بيه واحد بروجي صافي مشى ليا كلشي كيعيط انايا ما عندي لا النمرة ديالو ديال التيليفون ما عندي فين ساكن ما عنديش ما كنعرف عليه حتى حاجة انا المحكمة اللي كتعيط عليه الحكامة اللي كيعيطو عليه الناقب اللي كيعيط عليه كيقول لي يعطي لمرتك النفقة ودابا حاليا راه معيطين عليه عند المجلس التأديبي وداكشي ولكن هو ما باغيش يعطي ديما راه المحامية دابا طالعين في ربع سنين وما كاين حتى شي حاجة كانت معاناة غير كان الوالد الله يرحمه هو اللي كان تيصرف علينا وأنا ملي خدت واحد الحساب ديالي من الشركة درت واحد الطاكسي ولكن تشفر ليا من بعد تشفر ليا هذا الشيء اللي كاين الوالد اللي كان تيصرف علينا دابا الله يرحمو ما بقاش قعدنا حتى حاجه اختي حتى مسكينه مره مره كتخدم هنا تخدم هنا ها هي دابا باركه بلا خدمه ولا والو ما كنعرف حتى شي حاجه كنتواصل مع ختو ختو ما كتبغي تعطيني لا العنوان ديالهم لا حتى حاجه الدراري ملي كيتوحشوا جدهم كنديهم ساكنين هما في بورنازيل ملي ما تيكونش حيت هو ساكن معاهم في بورنازيل كان ساكن معاهم تما واحد الايام دابا ما عرفتوش فين كاين ملي سايتوحشوا جدهم كنمشي نديه ليهم يشوفوا جدهم في سبيل الله لان توا راجل اجي وهاداك الشيء ومريض بالسكر كان الشيء كنمشي في سبيل الله ولكن اختو ما كتساعدش اصلا الاب ديالو ما بقاش يعقل ولا فيه بحال الزهايمر ما عنده ما يساعدني الاب ديالو ما كيعقلش كي خصهم يديو ويجيبوه اختو اللي باقا شاده كتقول لي ما كنعرفش دارو ما يمكنش كيتعرضوا كيتعرضوا كل كلشي وما تعرفيش دارو صافي انا حتى التحج... حاجه ما حتى واحد حتى حاجه ما كتجيب بزز ايوا خدام راه عنده هو من جيد ضد كاين ضد هو كدي ما كنمشي عند كنمشي عند كيشوفني داخل عند شي وكيل ولا شي حاجه ملي كيخليني تنخرج كيعيط عليا في التليفون تيقول لي اللي اللي غلب يضحك فهمتي اللي غلب هو الاول اللي, اللي يضحك تنقول يا ودينا تابع على القانون انا ما باغا لا نضحك لا نبكي فهمتي ديما كان تيقول لي هاد الكلمه تيقول لي راه ما عندك ما تصوري مني ديما تيقولها وبصح نيت ما صورت والو انا على الدراري انا اش غادي يعطيني انا معدو ما يعطيني انا يعطيها لولادو انا كنقول لي اعطيها قال لي أعطي علاش قديتي فاش كانت تتواصل معايا في التليفون علاش قديتي عطيني كانت يقول لي ان شاء الله صافي هادشي لي كيخسر عليا ومن بعد كيبدل الرقم ديال التليفون قسما بالله كانت ماتت اختو دابا وقيلا شي ربع سنين باش ماتت اختو ومشينا عندهم العزو هاديك الساعه شافو الدري ما شافوش ملي كانت عندو ربع سنين تلحق لحق شي 18 عام عاد شافو شافو في العزو ديال ختو والدريه كذلك حتى ما شافاش تكبرت الدري يكون داز من 11 نهار ما يعرفهاش وهي ما تعرفوش واخا هما كيشوفوا التصاور لكن دابا التصاور هو اصلا ما بقاش بحال هكا أه بحكم لاج هو راه زايد في 60 فهمتي اش غنقول لك شي ثلاثه دواصه عندي في دافعه في العدل ما كاين حتى شي حاجه ما كيجاوبونيش اصلا عمرهم ما جاوبوني أه كان كنمشي عند الناقيب كيخسر عليا تيقول لي ما عندناش العنوان ديالو انا لا يعقل محامي كيدخل كي يخرج وما عندكمش العنوان ديالو هذه راه ما كاينه حتى شي حاجه حتى شي دوله ما كدير بحال هكا فهمتي علاش ما عندكمش لا عنوان ديالو حتى تليفون تقول لي ما عندناش ما عرفتش اش كيخزنوا عليه ما عرفتش انايا ما عرفتش علاش كيديروا بحال هكا فهمتي كاع الوكاله مشيت انا الى الى مشيتي شتي الدوسي ديالي في المحكمه شوفي شحال من واحد شحال من وكيل مسيني فيه دابا فوق عشرين مليون ديال النفقه وما كاين حتى حاجه ما بغي يعطيني حتى شي حاجه اختي يعطيني صير ولادي دو الطالب انا معدي ما عندي ما غنقول يعطيني صير ولادي لاننا عايشين فواحد العيشه ما زعما ما, ما نقولش لك كي دايره ما نقولش زادني المرض حتى المرض هو زادني ما مريضاش بعد هذاك الشيء اللي عندي راه نقضي بيه ولا شي حاجه ولكن دايره التحاليل ديال <سؤال> الخزان لان السكر بدا كيطلع عليا بزاف